والله يا سيدي احنا حكينا مع الاذاعه قبلكم، يعني بقولكم ابني طلع من الدار اقسم بالله نادى على امه بقول يا امه ترى بدي اورش بدي احبش، لانه والله العظيم اني بدي اطلع جزء اجي وجزء ما اجيش المره يعني، وسحب حاله ومشى. وحكينا معه على الطريق وصلت، قال وصلت على العصر، صلى العصر مع جماعته اقسم بالله، يعني امبارح شباب حكوا معه وحكينا معهم بالمدينه الطبيه يعني شايف. فالزلمه خلينا نقول يعني بعد ما صلى انا عاد حكيت معه بقول له يابا والله العظيم بقول له يابا بدي اشغل سيارتك وارجعها لورا بدي اجيب شويه تراب للحكوره، بقول له يابا لا تحركهاش من مره الا غير ابني، يعني واحد محمد ابن اخوي ابني يا رب ابني اصغر منه، بقول هذا لا تطوش السياره لانه هذا مشعوط شايف شايف علي. والله المهم حكيت معه بقول له انت وين رايح، بقول لي والله يابا اقسم بالله طلع واجب. وين الواجب؟ قال والله ما بعرف. ايوه بعد جزء نص ساعه من الواجب اللي صار انه استشهد، والحمد لله انه يعني بتمنى لكل واحد اردني يستشهد مثل الشهد، وشرف شرف عظيم.